بنى السلطان عمر بن عوض القعيطي في العام 1921 القصر السلطاني أو قصر السلطان القعيطي في مدينة المكلا، واتخذ كمقر لإدارة السلطنة القعيطية الحضرمية التي حكمت أجزاء كبيرة من حضرموت. مؤخرا تبنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف وبتمويل من السلطة المحلية إعادة ترميم وتأهيل جناح الشرقي من القصر، والذي يضم اليوم متحف المكلا. المتحف اليوم يضم عدة صالات وقاعات تضم آثار الممالك القديمة ابتداء من أصول قديمة أصول مملكة حضرموت، بالإضافة إلى ثلاث قاعات أساسية في الطابق الثاني تضم مقتنيات وآثار للفترة السلطانية. أيضا قمنا باستضافة عدد من الفعاليات والمعارض التي هدفنا إلى التفاعل، تحقيق التفاعل الاجتماعي بين المتحف والمجتمع المحلي، كان آخرها احتفالية المتحف في أسبوع البلدة متحف المكلا الذي استقطب عدد من المعارض وزاره أكثر من 2000 شخص في خلال أسبوع. المتحف يضم عدة مجموعات أثرية معروضة، أيضا قمنا مؤخرا باستقطاب عدد من المجموعات أهمها المجموعات المهداة التي أهداها المواطنون لمتحف المكلا، أيضا المجموعة المستعادة والتي تمكننا بفضلها باستعادة أكثر من 83 قطعة أثرية كانت بالأصل من مقتنيات متحف المكلا. قمنا في متحف المكلا بعمل توثيقا علمي للأثار الموجودة وكل مقتنيات المتحف سواء المعروضة أو الموجودة في المستودع، وكذلك المشترى والمهداة من المواطنين والتي تم استعادتها. وهذا الشيء تم من خلال تصوير علمي وأيضا أو تصوير بدقة عالية وتعبة استمارات، وهذا الشيء يتم لأول مرة في متحف المكلا. هذه الزيارة الأولى لي بعد ترميم القصر وإعادة مقتنيات المتحف، ورأيت صراحة عمل جبار قاموا به الشباب يشكرون عليه، حفظا للموروث وحفظا لتاريخ دولة كانت دولة بمعناها الحقيقي بدستورها برلمانها بجوازها بكل شيء.